بعد 5 أيام من الفعاليات اختتم مهرجان أسوان للفنون فعالياته امبارح باحتفالية مبهجة جدا، شاركت فيها فرق من أندونيسيا والمكسيك واليونان وسلوفاكيا ورومانيا وأيضا السودان، ده بالإضافة إلى عدد كبير من الفرق المصرية. كمان امبارح الاحتفالات دي تزامنت مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل، وده ساعد في أن الاحتفال يخرج بشكل مبهر زي ما ناس كتير تابعته امبارح. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان وعن الحفل الختامي. معانا على التليفون الأستاذة إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة. صباح الخير عليك يا أستاذة إيمان، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا فندم. استاذه ايمان، بدايه كده لما نيجي نقول بدايه المهرجان السنه دي كان شكلها ازاي؟ الفعاليات اللي كانت موجوده، وخصوصا ان المهرجان كان فيه موجود في اكتر من 14 موقع في اسوان السنه دي. طبعا ده حقيقي. هو الافتتاح كان يوم 16 فبراير في محافظه اسوان، كان بحضور معالي المحافظ ونائب عن وزير السياحه بمشاركه 10 دول اجنبيه. الافتتاح طبعا كان الجمهور كان غير عادي، طبعا الحمد لله من محافظه اسوان ومن السياح. وبعد كده العروض توالت في 14 موقع على مساحه محافظه اسوان كلها، مراكز وهيئه مواقع هيئه قصور الثقافه. قدمت طبعا العروض الفرق لكل الجمهور الاسواني، يعني الفرق الاجنبيه والمصريه، على مدار ال4 أيام في محافظة أسوان. وبعدين انتقلنا لأبو سمبل من يوم 20 طبعا لاحتفال التعامد. طيب أستاذة إيمان، إيه الهدف من تنوع هذه الأماكن؟ يعني 14 موقع، وهل كل موقع كان فيه فعالية مختلفة؟ لا، هو طبعا إحنا معانا 10 فرق أجنبية بالإضافة لحوالي 12 فرقة مصرية. عملنا ميكس إن يوميا كان بيبقى فيه فرقة مصرية وفرقة أجنبية بتعرض في القصر الثقافة أو في الموقع بتاع المحافظة اللي احنا بنتوجه. كل فرقة بشكل مستقل ولا ممكن الاتنين يشتركوا في عرض؟ لا، هو كل فرقة بتقدم فقرة خاصة بيها يعني. الافتتاح هو اللي كان ميكس ما بين كل الفرق. عظيم. طيب، وجود 21 فرقة تقريبا كانوا موجودين، والعروض اللي شفناها مع بعض كان عملنا ميكس كده، ان انتوا مثلا جبتوا الفرق الساحلية تعرض في اماكن مش متعودة تعرض فيها، يعني مثلا طبعا عرضتوا في كومومبو، عرضتوا في نصر النوبة، كلبشة، اماكن كتير مختلفة. ايوه، اتفضلي قولي لنا بقى الاسامي كده، قولي لنا كل فرقة عرضت فين او اللي تقدري تفتكريه. احنا عرضنا في توشكا، في اسبو، في كومومبو، في السبعية، في رديسية، في نادي أسوان، في مسرح فوزي، مسرح الصيفي، في جزيرة النباتات، في جمعية الشيخ صالح. كل دي أماكن متفرقة على يعني مساحة محافظة أسوان كلها، انتشرنا فعليا في كل أنحاء المحافظة. أكيد أكيد. عظيم. إحنا في النسخة العاشرة دلوقتي، مظبوط؟ بالظبط. إيه الجديد السنة دي يا فندم؟ هو الجديد السنة دي إن إحنا طبعا تنوع الفرق الأجنبية كان أكثر شوية، يعني الحمد لله. كان عندنا من مختلف أنحاء العالم تقريبا، من آسيا، من أوروبا، من أفريقيا، يعني كان عندنا فعليا تنويعة كويسة جدا من الأجانب. وطبعا الفرق كانت متميزة بالإضافة طبعا لفرقنا المصرية. أكيد. فكرة أن المهرجان يبتدي من يوم 16 وينتهي في 22 مع الموعد تعامد الشمس على وجه، أو تعامد الشمس في هذه في هذا التوقيت على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل، قولي لنا بقى التفاصيل. إحنا كنا مستعدين بشكل معين؟ هل إحنا كنا مجهزين حاجة للاحتفال بيها، ولا يعني عملنا نداء الحدث الختامي وخلاص؟ هو طبعا الاحتفال بتعامد الشمس كان ابتدى من امبارح بالليل بالحفل، يعتبر حفل ختام المهرجان. أيوة. كان معمول في ساحه السوق في ابو سمبل، مدينه ابو سمبل. طبعا لكل فئات وجمهور الموجودين في ابو سمبل، كان عدد السياح كان عالي جدا امبارح جدا اللي حضر الحفله. كان معالي المحافظ حاضر، وكان نائب وزير السياحه حاضر امبارح. وطبعا ده كان بدايه الاحتفال بالتعامد، كان بيبقى من بالليل اللي هو امبارح. أيوة. كان الساعه 8 مساء. طبعا ده كان التجهيز للتعامد، عرضت كل الفرق امبارح. وطبعا طلعنا بقى الفجر الساعه 5 على المعبد، خلال لحظه التعامد نفسها كل الفرق كانت بتعرض قدام المعبد. طبعا وكان في عدد سياح، مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه، كان سياح كتير جدا جدا،
كانت الحاله مبهجه بطريقه جميله جدا جدا، بتعبر يعني عن حاله مش عارف جميله جدا فعلا يعني. طيب هل اختيار توقيت المهرجان بشكل سنوي بيكون فعلا في اخر يوم في ايام المهرجان هو حفله او موعد تعامد الشمس؟ طيب انا عايز اعرف انعكاساتهم على بعض، يعني في ناس بتيجي مخصوص عشان تشوف تعامد الشمس، وفي ناس بكل تاكيد حضرت المهرجان وهذه الفرق الاجنبيه اللي كانت موجوده، انعكاسات تزامن الحدثين مع بعض. هو طبعا المهرجان اصلا لما ابتدى تنظيمه كان بمناسبه تعامد الشمس، احنا كنا بنحتفل بس يعني التنظيم كان جه ان احنا نعمل لمحافظه اسوان الاول احتفالات الاول وبعد كده نختم على تعامد الشمس. فهو اصلا المهرجان الهدف منه الاحتفال بتعامد الشمس من بدايه. ده عظيم جدا، وجود الناس بقى في المهرجان والفرق اللي جت تشارك بكل تاكيد كانت حاضره طبعا للتعامد النهارده الفجر. كل الفرق كانت حاضره وبملابسها وعرضت اوريدي قدام المعبد لحظه التعامد، كانت لحظه حلوه جدا يعني مبهجه جدا. وجود اكتر من 6000 سائح كانوا موجودين لحضور لحظه تعامد الشمس، وفي نفس الوقت كان وجود هذا العدد الكبير من الفرق اللي عملت العروض المتميزه، هل بقى كان في تفاعل ما بين السياح وما بين الفرق؟ يعني انتوا حسيتوا ان مثلا كان في اقبال على عرض فرقه معينه في تابلو من التابلوهات اللي تم تقديمها الطلب انها تتقدم مره واثنين، لانه مش الاماكن المختلفه مش كل الناس عرضت فيها، فهل في فرقه عرضت في اكتر من مكان في نفس الوقت؟ هو طبعا التفاعل كان جامد يعني كتير جدا مع الفرق الفلسطينيه، كانوا متفاعلين معاها جدا جدا. والفرقه السريلانكي كان لبسها كان يعني جاذب جدا للجمهور، اللبس كان جاذب ليهم جدا. والمكسيك كانوا عاملين فعلا العرض بتاعهم كان حلو جدا، الرقص بتاعهم كان جميل وكان جاذب جدا للناس. عظيم، فرق من دول مختلفة بثقافات مختلفة، أهمية وجود كل هذه الفرق مع بعض، أهمية تبادل الثقافات بين الفرق المصرية والفرق الأجنبية اللي كانت مشاركة. طبعا هو ده احنا بنعتبر ده قوة ناعمة لينا بيننا وبين الدول، ان احنا طبعا التبادل الثقافي ده بيقوي علاقتنا بكل الدول، وفي نفس الوقت بنتعرف على ثقافات المختلفة كلنا كشعب مصر، ان احنا نتعرف على الثقافات من مختلف دول العالم. احنا عندنا موعد سنوي لتعامد الشمس يمكن بيبقى ساعات مرتين كمان، فاحنا بنبقى مجهزين كل سنه يعني احتفاليه كبيره. احنا السنه دي في احتفاليه او في مهرجان اسوان شفنا حاجه جميله ومختلفه، بنجهز بقى للسنه الجايه من دلوقتي يعني طبعاً. عايز نشوف النسخه ال11 هيكون فيها ايه، ولا لسه محتاجين تريحوا كده وتاخدوا نفسكم وتشوفوا هتعملوا ايه؟ لا هو يعني بنبتدي من دلوقتي على الاقل بنمسك ورقه وقلم ونقول احنا السنه الجايه المفروض نزود ايه، المفروض نعمل ايه من دلوقتي. اكيد بنعمل ده عشان كل سنه بنحب نبقى لينا جديد ولينا بصمه تتساب هنا لجمهور الاسوان. أكيد أكيد، كل الشكر ليكي إيمان حمدي مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، أهلا وسهلا بيكي.